عندي رسالة اللي مبلغها للرئيس تعتبر به لمحمد رحمة الله عليه، كان مع الرئيس مسافر معاه شهر الجزائر في تندوف، وتوقع الحادث مؤلم وجابوهن ونزلوهن من ذيك الساعة. يعني دارك توفى لفندو دوزيام 2024، من توفى جابوهن وحالو يعرفوا لا مولانا، ومخلي معاه مخلي اش من العيال اش من الشاشة الصغيرين، ومرأة موجوعة وحقه حتى الآن يعني دارك ما فات جبر حقه منه شي يسوى هو شنو هو. الطريقة اللي توفى بها، الطريقة اللي نزلوهن بها، واللي قبضناه ودفناه وراعي تحت طبقتين من الأرض، وحقوقه ما فات جبر منه شي من رحمته. اللي انا نمشي اتصل هما بيا، جاوني نهار اليوم التعزيه كلفوني بملف وعدلته وجبته لهم ومشيته للقائد وخاص قال له ولا مويلح، وجبته له الملف وقالوا لي باذن الله ان شاء الله ولا راد مولانا ندور نتصل بك وحقوقهم ان شاء الله ودور يجبرهم كاملين. من ذيك الساعه تميت نتحرى انا قاعد ما استوعبت على محمد اللي يعود كان مع رئيس الجمهوريه، مشى مسافر معاه مهمه خاصه، مشى معاه بطائره مهمه خاصه، وجانا الليل مديورنا في كيس متوفي في حادث مؤلم ويعود حقوقه حتى الان ما فاتش برهم، ما بخل شي يسوى هو شنو هو. اتصلت باختي كبر مني وكلمت وبلغت له بالقضيه، وجبرت المراه جوزت الرئيس اللي هي مريم شور قصر المؤتمرات، وقالت لي جبرتها وعنقتها وقالت له مرحبا، قالت له محمد لا ولنا وحقه باذن الله يدور يجبره. ومشينا عندنا نتحرى، وحتى الان يعني ضرك حقوق ما جبر منهم شيء يسوى هو شنو. مخليش من الشاشره صغيرين، هو اللي كان ينفق عليهم، هو اللي كان يخلص عليهم قرايتهم، وش عدلوا 3 شهور ما يخلصوا بلي خلاصوا انقطعني. توفى الشهر الاول الشهر الثاني انقطع خلاصوا، وعقب ترك فصلتهم البلاد اللي كانوا يقراوا فيها مشاوهم، قالوا على مات لا بده يقرهم بلي من خلاص مات لا خالق. ووضحت لهم قلت لهم عنهم والدهم اللي كان حارس خاص رئيس الجمهوريه حتى الان حقوقه ما فاتش برهم من هون لين يجبرهم، قالوا عنهم ما يقدروا يصبروا. وعقبت قباطه تركه وجبتهم عند الدار وراعي عندي في الدار فيهم، وحقهم ما فاتوا جبروا، ومحمد حقه ما فات جبروا حتى الان. ما اي طريقه بخلت طريقه ندور حقوقه كانوا يجبرهم غلبوني، وهذا محمد ما يستحقه. بيلي محمد قابلوا رئيس الجمهوريه محمد الشيخ القزويني هو اللي مكونه ومشي يعطيه ياسر من منح يعود امنه الخاص وعاد معاه، وتوفى في الحادث المؤلم في الجزائر، حتى الان حقوقه ما جبرناه. من تالي تميت كل دقيقه نقيس لي تاماجور، مره نقيس الرئاسه، ندور طريقه نجبرهم بها، ما جبرت اي طريقه وسيله نجبر بهم حقوقه. تميتني واخذوا لي تقرير طبي، هو متوفي جانا رقبته مدقدق وظهره مدقدق وذنيه يصب الدم، وانا هو اللي قابض اخوه اكبر منه وقبضناه واثنين قسلوا الماء والدم خلاط، معناته على انه ذا اللي واقع يوجع القلب. من تالي واخذوا لنا تقرير طبي، قالوا لنا على انه جبر سكته قلبيه، وهو ما جبر سكته قلبيه، معناته عند رئيس الجمهوريه انا من نفسي ماني قال عني عود حاسبي، بلي مو معقول عني عود محمد يعود حارس خاص رئيس الجمهوريه وهو هو اللي قابضه وقبضه داره حذاه ويوقع له ذا حقه ما يعطيه له. انا ذي الوهم زدت ماني مستوعب، دارك مبلغ رساله رئيس الجمهوريه عن محمد حقه مشى راعي تحت طبقتي من الارض وحقه ما جبره واموره ما جبر من يمشي يسوى هو شنو هو. وندور لا حقه يجبره شاشرته بلي هو توفى وفات ذيك يا ولا انا ما كنت شاك عني، انا قاعد ذي روايه انا من نفسي متالم منها، بلي انا ماني اللي نقول عن محمد يعود كان حارس خاص رئيس الجمهوريه ومشى معاه مده مهامي وتوفى في مهمته، وما توفى عن دار اهله، ما توفى خابط طوته في المبديه، متوفي مع رئيس الجمهوريه ماشي معاه في طائره واحده في الجزائر وعدلوا مهمتهم وجبر حادث وتوفى، وجاب انه في كيس مشى ما عنده مشكله وجابوا لنا في كيس حالته سيئه وحقه ما جبره. وانا ما فهمت قضيته شنو كيفاش انشر حقه ما جبره شيء يسوى وشنو. اترك ترى عم قاعدين ومخلي مرا موجوعه، وهذا ما يتواسى، هذا ما حرام. حق البنادم من ضروخه، حق المرحوم ذو يجبر حقه، وشاشته يجبر حقه، ما نعطالو شيء يسوى وشنو. محمد يارتو يكرم بلي متوفي مع رئيس الجمهوريه وحارسه الخاص ماشي مدبلاصي معاه وهو امنه، هو اللي امن الرئيس، كيفاش يعود يوقع له يعود الناس ما عدلوا له شيء؟ اذا احنا ما فتنا صعبنا بلي الرئيس ينظر احنا ما فات تكلمنا ولا مشاو لنا تعزيه خاصه من عند الرئاسه جايه في قضيته، معناته انه هو مشى ضحيه وحقه ما جبره، وهذا ما يتواسى. هو راعي تحت طبقتي من الارض وشاشرته راعي، هو اللي كان يشتغل له ويجري عليه من الليل والنهار ويخلص عليه من المدرسه، هذا انقطع خلاصاته وحقه ما جبره، وهذا شيء مؤلم، هذا شيء مؤلم.
راعينا بلقي رسالة رئيس الجمهورية توصلوا على هذا المرحوم اللي كان يشتغل معاه، اللي كان يأمنه على أنه توفى معاه هو في حادث، ماشي معاه في حادث ما فاتش بحقه، ومطالبين بحقه وبحق شاشرته.